مصادرهم، وهذا مصدر لطيف الحقيقة، لأنه هو كتاب لأحد أخس وأسوأ وأقذر وأنصب زعمائهم ومشايخهم، الذي يسمونه بشيخ الإسلام ابن تيمية لعنة الله عليه. هذا معروف، هذا الرجل الخبيث الذي في كتابه يتطاول على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويقول إن خروجه على يزيد كان مفسدة. هذا اللعين، ويتطاول على مقام سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، ويقول موقفها في المطالبة بأرض فدك يشبه موقف المنافقين، ويشكك في إسلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول إسلام، لما دخل الإسلام كان صبيا، وإسلام الصبي لا يقبل دون سن التكليف. رجل بهالنجاسة بهالوساخة، شايف الرائحة الناصبية العفنة. هذا طبعا كان من ألد أعداء شعار يا محمد، عنده مشكلة مع هذا الشعار، عنده مشكلة بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، عنده مشكلة كبيرة ما كان يتحمل. لكن سبحان الله، الله عز وجل يجري على ألسنتهم ما يجعلنا من أفواههم ندينهم، من فمك أدينك. هذا ابن تيمية لعنه الله عنده كتاب، كتاب اسمه الكلم الطيب. في نفس هذا الكتاب في الجزء الأول الصفحة 173 يروي هذه الرواية عن مجاهد قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس. هو يقول رضي الله عنه، رجل قاعد عند ابن عباس رجله خدرت، تخدرت رجله فما قادر يقوم على رجله، فقال له ابن عباس، ابن عباس ينصحه، قال له: اذكر أحب الناس إليك. فماذا قال؟ فقال: يا محمد. يقول: فذهب خدره، ذهب خدره، خدر رجله ذهب نفس اللحظة، بس ذكر هذا الاسم الشريف راحت هذه العلة منه. طيب، ابن عباس عندكم من الصحابة الذين يقتدى بهم، والرجل الجالس عنده نفس الشيء، وهم قد مارسوا هذا الفعل، نادوا رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا النداء، فأي إشكال في ذلك؟ والذي يرويه كما قلت ألد أعداء هذا النداء، هؤلاء يحاولون حرمان هذه الأمة من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. شعار يا محمد للعلم، هذا شعار مقدس. ارجعوا إلى كتب السيرة ككتاب ابن كثير المشهور، وهو كتاب البداية والنهاية، وهو من أعاظم علمائهم. في هذا الكتاب في الجزء السادس الصفحة 357 ينص على أن شعار المسلمين في معركة اليمامة، شعارهم في تلك المعركة كان: يا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا الشعار نصروا على أعدائهم من المشركين، حتى المشركون أنفسهم انتصروا على المجوس. ف
في المعركة المشهورة بذي قار، معركة ذي قار، هذه معركة وقعت بين العرب المشركين من جهة وبين الفرس المجوس من جهة أخرى. هذه المعركة أول معركة كان ينتصر فيها العرب على على المجوس، على الفرس، معركة ذي قار مشهورة. بمن انتصروا؟ ارجعوا إلى التواريخ، ارجعوا إلى تاريخ اليعقوبي مثلا، ارجعوا إلى كتب السيرة، كتب التراث، تجدون أن هؤلاء العرب المشركين رغم أنهم ما كانوا قد آمنوا برسول الله بعد ولا قبلوا الإسلام بعد، لكن سمعوا بأن هنالك نبيا قد ظهر في مكة، فكان لديهم شيخ جليل قائد لهم في المعركة، نصحهم بأن يذكروا هذا النبي، يقول: صدقوني بذكركم لهذا النبي ستنتصرون على أعدائكم. فبالفعل رفعوا شعارا في المعركة هو هذا: يا محمد يا منصور، يا محمد يا منصور، وبدأوا يرددونه إلى أن انتصروا على المجوس، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: بي نصروا، باسمي نصروا. نحن حينما نقول يا محمد ننتصر على أعدائنا، هؤلاء لا يريدون لنا أن ننتصر على أعدائنا، ولذلك تجدون هزائمهم على مر التاريخ. قل لي بالله عليك، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، أكو مرة انتصروا على الصهاينة؟ انتصروا على اليهود؟ غير هزائم تلو الهزائم، غير اتفاقات سلام مخزية، غير ركوع وتقبيل لأحذية الصهاينة أجلكم الله. أما الشيعة في المقابل فها هي انتصاراتهم تنطبق. لماذا؟ أحد أسرار ذلك أن الشيعة ظلوا أوفياء لنبيهم صلى الله عليه وآله، يذكرونه، يذكرون وصيه. لما تجعلون كأنه هنالك تعارض بين أن يقول الإنسان يا الله وبين أن يقول يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين؟ ماكو تعارض، وشنو اكو حرب بين الطرفين؟ هؤلاء أولياء الله، ذكرهم من ذكر الله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة؟ بعد تريدون أعظم من هذا الدليل؟ ليش هذا العناد؟ ليش هذا النصب والعداء لرسول الله وأهل بيته الطاهرين؟ إخواني، هنالك حرب متعددة الأبعاد في الواقع ضد رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، حرب تتخذ أكثر من شكل. واحد من أشكالها تحريم التوسل برسول الله، تحريم ذكر رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ومناداتهم، مع أن المسلمين جميعا مجمعون على أن رسول الله وأهل بيته الطاهرون أحياء يرزقون عند ربهم، شيء واضح. فأي إشكال في أني أناديه؟ وجميع المسلمين مجمعون على أن رسول الله يسمعنا لما نناديه ونخاطبه، وهذا وارد حتى في مصادر المخالفين، ما مضمونه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الله كلف ملائكة بأنه أينما يصلى عليه أو يسلم عليه يقال: السلام عليك يا رسول الله، يبلغني ذلك فأنا أرد عليكم السلام. فإذا أي إشكال في أن ننادي رسول الله؟